أهلا بكم. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني في القمة العربية 29 التي اختتمت في الظهران السعودية أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واجب ومسؤولية تاريخية نعتز ونتشرف بحملها، مشيرا جلالته إلى أن الأردن سيواصل حمل هذه المسؤولية والعمل على تثبيت صمود المقدسيين والتصدي لأي محاولة تمس بهوية المدينة المقدسة أو تسعى لفرض واقع جديد أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. وجددت القمة رفض كل محاولات إسرائيل المساس بالرعاية والوصاية الهاشمية، مثمنة الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية بالمدينة المقدسة. إخواني القادة، الحضور الكرام، لابد لنا من إعادة التأكيد على الحق الأبدي الخالد للفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين في القدس، التي هي مفتاح السلام في المنطقة، ولا بد أن تكون حجر الأساس لتحقيق الحل الشامل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران عام 1967. إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واجب ومسؤولية تاريخية نعتز ونتشرف بحملها، وسنواصل بالتنسيق مع أشقانا في السلطة الوطنية الفلسطينية وبدعمكم ومساندتكم حمل هذه المسؤولية والعمل على تثبيت صمود المقدسيين والتصدي لأي محاولة تمس بهوية المدينة المقدسة أو تسعى لفرض واقع جديد أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.